قبل يومين من إزدال الستار على الدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية، يأمل المتدخلون في القطاع الموسيقي أن ينجح هذا المهرجان في وضع الأغنية التونسية على مسار استعادة مجد انحصر مقارنة خاصة بثمانينات القرن الماضي. كانت أغنية مزدهرة على خطرها، كانت متواجدة بقوة في المشهد الإعلامي سورتو، والإعلامي عندما ذهب إلى الخوصصة وقع نوع ما من الخلل من هنا وهناك، الكلهم أسباب معناتها تخلي المشهد مضطرب نوعا ما لدى المتلقي. متلق كان حضوره مكثفا خلال سهرات هذا الموعد الثقافي الموسيقي، تمنى البعض أن تستدعى له فئة يمثل حضوره حلقة أساسية من حلقات الإنتاج الموسيقي. أنا كنت أتمنى لو وقعت دعوة بعض رجال الأعمال، احنا نعرفوا احنا كفنانين نعرفوا بعض رجال الأعمال اللي هم مهوسين بالفن بالموسيقى، فهمني؟ لو وقعت دعوة بعض رجال الأعمال وكانوا حاضرين وكل، أكيد باش إذا ما يكونش إنسان واحد ولا زوز يقتنعوا لازم باش نلقى شكون يقتنع. احترام حقوق المؤلف والتجديد الموسيقي المبدع عوامل أخرى تساهم في إشعاع الأغنية وتساعد على مزيد انتشارها محليا وعربيا يؤكد العديد. فنان كي يخدم خدمة راهو يتطلب منه مجهود كبير وفلوس كبيرة وبرشا فلوس وملحن واستديو واحد، بعض ما يلقاش حقوق التأليف، ما يلقاش، ماهوش محفوظة في تونس، مالوريزمون ماهيش محفوظة حقوق التأليف. هذه فرصة توا دعوة للسلطات الوطنية باش تعطي المؤلفين حقوقهم. يلزمنا نحاولوا نعيشوا العصر هذايا ولكن نعيشوه بطريقة كما عاشوه الفنانين الكبار في العصور الذهبية القديمة في أوروبا وفي في في معناها نحاولوا نخلطوا للعباد الآخرين. راهو الغناية بأي لغة كانت نجم توصل للعباد إذا مخدومة بالطريقة اللي لازم تخدم بها نفس الإنسان. أفكار من ضمن أخرى، يمثل مهرجان الأغنية التونسية فرصة للتداول بشأن واقع الأغنية التونسية وغدها. غيابك قلب حسين ما نجمنا ننساك